لم تتعدى نسبة استعمال البطاقات البنكية للدفع الإلكتروني 6% حسب الإحصائيات الرسمية لنائب محافظ بنك الجزائر، نسبة وصفت بالضعيفة جدا بسبب تداخل عوامل عدة أبرزها هشاشة البنية القاعدية التي تؤسس لمثل هكذا تعاملات في الوقت الذي كان ينتظر فيه التوجه العام نحو استبدال الدفع النقدي بالرقمي في عز جائحة كورونا. نسبة ضئيلة ترجع إلى ثلاث عوامل أساسية: تفضيل الجزائري الدفع بواسطة الدفع النقدي. الأمر الثاني مرتبط بعدم ثقة المواطن أيضا في الإمكانيات أو التقنيات الجديدة التي تستوجب من كل المتدخلين من تأهيل القاعدة اللوجستيكية. والأمر التالي مجموعة من التحفيزات التي من المفروض أن تقر حتى يتم فيه تحفيز سواء المواطن أو سواء التاجر على تحبيب الدفع الإلكتروني. تعديل الشق القانوني والتشريعي الذي تعمل عليه الحكومة يستدعي أخذ قرارات أخرى تتعلق بالجانب التحفيزي والجبائي، فضلاً عن تأهيل البنوك حسب المختصين في الاقتصاد. ندعو من خلال هذه المداخلة إلى أن تتم أيضا أخذ قرارات أخرى على المستوى الجبائي والتحفيزي، علما بأن هذه العملية يمكن أن تأخذ سرعة كبيرة إن كانت فيه مشروعية وقابلية لدى المواطنين ولدى المستعملين بصفة عامة. والمرجو أيضا أن المحيط البنكي أن يتأقلم مع هذه العملية. عراقيل عدة تحول دون تجسيد عملية الدفع الإلكتروني الذي يصنف في خانة الخدمة المؤجلة بالجزائر، ويضع الكثير من الوعود الحكومية ضمن رفوف الملفات العالقة في مقدمتها التجارة الإلكترونية، رغم وعود مسؤولي القطاع بالعمل على تطويرها وإطلاق مشاريع أخرى تتعلق بالحكومة البينية.